مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو جدا سهلة وسريعة وبسيطة وكتير طيبة. بتمنى تجربوا الطريقة. شايفين المنظر كتير كتير حلو. إذا شكلها هيك كيف الطعم؟ طعم أطيب من الشكل، بهيدا الشكل الحلو. بسم الله. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط 3 أكواب حليب، 1 2 3، 3 معالق طعام عسل. بستبدل السكر بالعسل. حطيت 3 معالق طعام عسل، 3 زروفي يعني تقريبا 3 معالق طعام عسل، 3 معالق طعام نشا، 2 3، 3 معالق طعام جوز الهند، 3 معالق شوي على البارد. هلا بحرككم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل هلا بطفي الغاز. بعد ما عملنا المهلبية عنا هوني كوب اناناس مقطع بهيدا الشكل، بحطهم فوق المهلبية. بخلطهم مع بعض وبحطهم بكاسات. كاسات اكواب انتو اللي مفضل عندكم بتحطوا بقلب المهلبية. بعبي تقريبا نص المرتبان لعندي، انا رح احطهم بهدول المرتبين. عنا بسكوت اوريو ملعن بهيدا الشكل او اي بسكوت على شوكولا متوفر عندكم من ريش على هيدي الطبقة. برجع بحط طبقة تانية على الوجه. زين بالأناناس. بهذا الشكل بحط رشة بسكوت صغيرة. الزينة عطول بقلكن حسب الرغبة. رح حط أنا عرق نعناع خفيف بيعطي شكل كتير حلو. هذا الحلو اللي عملته أنا وياكم، أخذت والتحضير معنا حوالي 5 دقايق. حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة. هلأ بحطها بالبراد أقل شي ساعة لتجمد عنا منيح. هذا الحلو اللي عملته أنا وياكم بعد ما جمدت منيح بالبراد. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.